بعد اعتذارها بالدموع عن سقطة البث المباشر بالفيديو اللي أظهر مناطق حساسة من جسدها، بدت الفنانة غادة عبد الرازق معركة استعادة كرامتها عبر نشر رسائل موجهة عبر حسابها على الإنستغرام، وأكدت أنه هي ما رح تتأثر باستفزاز البعض إلها. يذكر أنه غادة تواجه محاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح ونشر مقطع فيديو خادش للحياء، بعدما تقدم المحامي سمير صبري بدعوة جنحة مباشرة رغم اعتذارها وحذف المقطع المثير للجدل. ومن الممكن أن تدينها المحكمة بالعقوبة الأقصى، وهي سنة حبس، أو تلزمها بدفع غرامة مالية مع عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ. أعربت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن حزنها الشديد على وضع بلدها اليمن اللي يعاني الحرب والنزاعات والأمراض. وقالت بلقيس فتحي عبر حسابها على الإنستغرام تعليقاً على فيديو بكائها بدار الأوبرا المصرية: ما أعرف إذا كان البكاء ضعف لو قوة، حال اليمن والعرب يحزنني، وأتمنى أن تعود اليمن وينتهي كابوس الكوليرا. أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريح إلها على هامش مشاركتها بمهرجان أفران اللي أقيم قبل أيام بالمغرب إنها ما رح تقدم موسم ثاني من برنامج شيري ستوديو لأنها ما تحب التكرار، وأشارت أيضاً إنها ما رح تشارك بالموسم المقبل من برنامج ذا فويس بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد والتحضير لألبومها، وما حد يعرف لحد الآن شنو مصير برنامج ذا فويس بعد تأكيد انسحاب كاظم الساهر منه أيضاً ومن برنامج ذا فويس كيدز. يقضي الممثل السوري باسم ياخور وقته بالعاصمة السورية دمشق خلال الفترة الحالية، وعبر باسم عن سعادته بدمشق اللي يحبها بشدة، ونشر صورة وهو يتناول وجبة من الأكلات المحببة لنفسه وهي الفتة والمسبحة. وقال باسم في تعليق على الصورة: دخيل رب الشام وأكل الشام.